اكثر شيخ الان اينما ذهبت مقاطعه تنتشر في التيك توك العالم يعني. الاسلامي كله في شيء غير في التيك توك ليش سبحان الله في التيك توك هذا الوحل اصبح الان يغزوه الشيخ عثمان دون ان يطلب ودون ان يكلف احد. انا تواصلت معه من فتره يا اخي ايش الادب ايش التواضع جدا يا الله كم احب هذا الرجل جدا جدا فتحت له الدنيا لتواضعه يعني. فانا نفسي طيب. اعرف ايش السر طيب. انت اكيد عنده او مسجده او تعرفه عن قرب يعني. طيب نحسب الشيخ شوف مجمع عليه من الكبير والصغير في المسجد السر برايك شوف حبيبي الشيخ الله يطول عمره اللهم امين الله. يعني انا قلت لك من 4 سنوات وانا امام المسجد لم ارى الشيخ مسبوقا في حياتي لا تفوتوا تكبيره الاحرام في الصف الاول ايش هذا نحسب الله عز وجل حسيبا ونزكي على الله احد الا مرة واحدة رأيت الشيخ مسبوق في الصف الثاني غالب الظن سفر لا أنه بطل وضوءه في الصلاة فخرج يتوضأ يعني ما راحت عليه يعني ما شاء الله مرة واحدة أنا أقول لك ما شاء الله مرة واحدة ما شاء الله ما شاء الله سبب آخر فيه برأيك الشيء الثاني الشيخ يعني مقبل على كتاب الله عز وجل بشكل عجيب يتريض يسوي رياضة بالمسجد رياضة رياضة يمسك المصحف ويقرأ يعني اثنين في واحد نعم ما شاء الله الشيخ يعني كثيرا تبارك الرحمن ما أراه بهذه الصورة تبارك الرحمن الجميع يحب الشيخ يعني يبحث عن صلاح ذات البين بحثا مش طبيعي يعني يجي واحد يقول له مثلا شيخ أنا بيني وبين زوجتي مشكلة وكذا كذا كذا يتصل بالمرأة هو نفسه يتعنى بنفسه أو مثلا أخ وأخوه بينهم مشكلة يتصل فيه راضي بينهم يجتمع بهم يسوي الأفاعيل حتى يصلح ما بين فلان وفلان مرة ذكرت له هذا الأمر قلت له شيخ أنا أشوفك أنت تصلح ما بين الناس بشكل يعني عجيب جدا أنك تحرص على هذا الأمر فقال أنا أشوف أن هذه أعظم نافلة الله أكبر أن الإنسان يصلح ما بينه وبين يعني أحد آخر فالشيخ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله عز وجل وضع لها القبول نسأل الله جل جلاله لا يحرم من الأجر وهو حقيقة يعني مفخرة للكويت وللعالم.